بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يسعد صباحكم جميعا. اليوم إن شاء الله بنعمل شغلتين. الشغلة الأولى إنه نعمل demonstration بالإكسل لـ Penman Method اللي من خلالها بيقدر نوجد ما يسمى بالـ Potential Evapotranspiration. نأخذ نفس أرقام المثال السابق اللي انتهينا فيه في المحاضرة الماضية ونطلع هيك. يعني أول شيء زي ما اتفقنا إنه يعني هاي الميثود من الميثودز اللي هقول أفضل إشي to suit to be appropriate للcalculations تبعتها إنه باستخدام الإكسل، يعني لأنه هذا بتيح لك إنه من جهة لو كان في خلل في أي input parameter إنك تقدر تعدله بدون ما ترجع تعيد الكرة مرة تانية في الكالكوليشنز، بلس إنه you can يعني assess أو تقيم اللي هو ما يسمى بال sensitivity، يعني what will happen if I change something for example. Then what if analysis، يعني خلينا نحكي إنه بشكل أو بآخر بيعبر عن السنسيتيفيتي أو مدى الإمباكت أو التأثير لسيرتين بارامتر على الأوفر أول بوتنشال إيفاب ترانسبيريشن. سو فار إحنا حكينا على الكي إكويجنز اللي مستخدمة، وحكينا على الديفرنت بارامترز، وي ريلايزد إنه أولذو هاي الميثود شكلها فيها بارامترز كتيرة لكن مش داتا ديماندينج زي ما هو الواحد ممكن يتصور بالنهاية. هاي طلع وش على البارامترز، هذا اوريدي مثال شرحناه المرة الماضية. عندي اللوكيشن خط العرض اللي اسمه فاي 30 شوي، هذا الريلاتيف هيوميديتي 0.75 75%، الرفلكتيفيتي أو الرفلكشن كوفيشنت زي ما أنتم شايفين 25%، الA اللي هي depends on خط العرض location من خلال equation already موجودة عندكم في السلايدز، الB اللي هو عبارة عن كوفيشنت 0.52 هذا independent أو مستقل عن الموقع، ان عدد ساعات السطوع الشمسي في المكان اللي عنده بدك توجد البوتنشال ايفابوترانسبيريشن في يوم معين، تي اي اللي هي ذا اير تمبريتشر اللي هي نفس التي سمول لتر اللي موجوده عندي هون، وي كان سي يا تي اي زي ما هي زي ما هو، يعني في العلاقة بتلاحظ إنه مرة مكتوبة T ومرة مكتوبة TA، مش مشكلة بس أنت عارف إنه هي نفس الشيء. طبعاً معطاة بـ degrees centigrade 19، لكن ممكن أجمع لها 273 تطلع معي بوحدة الكيلفن زي ما أنتم شايفين K. ستيفن بولتزمان كوفيشنت برضو هذا independent عن اللوكيشن 2 في 10 قوة ناقص 9 مكتوبة هيك بالساينتيفيك، جاما اللي هو عبارة عن psychrometric coefficient برضو هذا الفاليو تبعته ثابتة، A من الجداول depending on الـ درجة الحرارة اللي already عندي، و هذا يعني قيمة جدولية بالمناسبة. I think إنه هذا لازم ينحط مع الداتا اللي مش input. أنا بحاول اللي على اليسار هي عبارة عن الانبوت داتا، فالA مفروض أنا أخذه وأحطه هنا على اعتبار إنه قيمة جدولية وليس معطى، إذن هو بنحط مع الإشي اللي أنت بتوجده بالنهاية. يعني أنا بدي أحاول القائمة اللي على اليسار هي عبارة عن الانبوت parameters، بينما اللي على اليمين هو اللي انت يا بتوجده من خلال قانون يا اما بتوجده من الجداول، بلس برضه الاي هذه الاي كمان تعتمد على الموقع من خلال علاقه، فمفروض اجي اسحبها و
احطها في هذا المكان اذا بدنا نشتغل هيك بطريقه مور بروفيشنال بالنهايه. اوكي وعندي يو تي سوري يو 2 يو 2 اليو 2 اللي هي سرعه الرياح على ارتفاع مترين بوحده الكيلومتر بير اور اللي بالنهايه تعوضها بالوحده هذه. واحنا وينو انه في هذه العلاقه مفروض تستخدم بوحده اعتقد الكيلومتر بير داي او ما خلي اتاكد والله هاي ثواني بس هاي اعمل نيو شير لا 3-2 نروح على اخر شيء تقريبا ونطلع شو اليونت تبعتها هاي الاي اي كيلومتر بير داي سوري اوكي اذا كيلومتر بير داي اذا انا بعطيك اياها بوحده كيلومتر بير اور ولازم تحولها لكيلومتر بير داي يعني تضربها ب 24 yeah this is very important then I new share مرة ثانية نرجع على الاكسل تبعتنا then 85 كيلومتر بير اور لازم تتظبط هذه بحيث انها تكون كيلومتر بير داي اعتقد انا حتى في عندي غلط هون هذا متاكد منه مبين هي هون اذا هي من ناحيه المبدا هيك هاي كلها المعطيات يعني ال الان الكالكوليشنز بدك تبدا مثلا تحسب الاي الاي اللي هي بتظهر عندي مثلا في هاي مبينه عندي هون الاي زائد بي في ان على ان اذا الاي بتحسبها من خلال ايكويشن اوريدي حكيناها المره الماضيه الاي قيمه جدوليه من بتعتمد على درجه الحراره الان قيمه جدوليه بتعتمد يعني بتعبر عن اكبر ساعات سطوع شمسي في هذاك الشهر في هذاك المكان اللي له خط عرض اللي هو 30 درجة اتش اي اللي هو عبارة عن السولار راديشن انتنسيتي برضه حكيناها المرة الماضية وقيمة جدولية بالمناسبة تعتمد على البوزيشن تبعنا يعني شدة الأشعة الشمسية الساقطة على سطح الأرض الـ EW بيعتمد على هاي الإكويجن هي أول واحدة عندي وبيعتمد على الـ Temperature الـ EA على الـ EW بيساوي الـ Relative Humidity تمام؟ فإذن هذه هي عبارة عن الخلية F6 ضرب الـ Relative Humidity الـ HN هو عبارة عن الـ خلينا نحكي الشيء ذات ستيز بالنهايه يعني الانرجي اوريدي افيلبل برضه 1 مليمتر بير داي افتر ذات خلص انت اوريدي طبعا اتش ان تعتمد على هذه الايكويشن ديبيندز اون ريفلكتيفيتي اي تي اي بالكلفن ستيفن بولتزمان كوفيشنت ان على ان يعني كل هذا الشيء اللي حكيناه المره الماضيه بنقدر نوجد مقدار الاي اي بيزد اون الايكويشن اللي اوريدي احنا شايفينه هون لكن مره ثانيه ذس ديبندز اون انه يكون عندي اليو بوحده كيلومتر بير داي انا هون اذا بتلاحظوا مثلا حاطه بي 10 زي ما هي المفروض انه البي 10 اضربها ب 24 يعني الضرب شو بضل 24 واو شوف والله شوي 1+24 ضرب 110 يعني بعرف شو اللي انا غلطته بس اني هاو this is how it goes like that اذا انا هاي مثلا مش حاطه هي المفروض تكون كيلومتر بير داي لانها مقسمه على 160 في ال EW minus EA وبيطلع عندي الـ potential evapotranspiration لما أعوض هاي الإكويجن بيطلع عندي قيمتها 7.69 at that location. أوكي هذا هو الجزء الأول يعني في الحكي تبعنا يعني الإشي الثاني اللي بنحكي مثلا لو إحنا حاولنا نعمل changes في الـ
بعض البارامترز موجوده عندي هون ونشوف الامباكت تبع هذه التشينجز على قيمه البوتنشال بتاع الترانسفورميشن او ال يعني وات بي ذا سنسيتيفيتي زي ما حكيت في البدايه. يعني مثلا اجينا هلا اذا غيرنا الموقع ما بنقدر، لانه بدي اضطر ارجع اغير الان وارجع اغير الاتش اي، لانه هذول قيم جدوليه، فمش يعني بدك تضطر انت يعني تطلع برا الاكسل اند تو دو ذات. فخلينا نقول انه مش هذا مش انترست هلا يعني. لكن مثلا الريلاتيف هيوميديتي ايميديتلي لما اغيرها بتتغير اشياء معينه. يعني مثلا وش قلنا الرطوبه النسبيه صارت اقل، هو شو فكر باللوجيك، يعني لما تصير الرطوبه النسبيه اقل معناته كمية بخار الماء الموجودة في الهواء المحيط بالمسطح المائي بتصير أقل. يعني إذا في إمكانية يعني جاف أكثر، في إمكانية إنه نقدر ندخل more vapor water vapor sorry بخار ماء، وبالتالي إذا يعني العملية بتزيد ك evaporation. فلو جينا عملنا مثلا بدل 0.75 عملتها 0.6 0.6، فمفروض الآن نطلع مثلاً على البوتنشال evapotranspiration والevaporation، بلاحظ إنه هدول زادوا التنين. هاي حط عليهم إشارة مثلاً، هاي هذا هيك، ولاحظ إنه قيمتهم زادت. وبالمقابل لو مثلاً أجي أعملها 0.9 يعني أزيد درجة الإشباع، لاحظ إنه بتقل. واضح يا جماعه؟ ف يعني شو العلاقه ما بين الريلاتيف هيوميديتي وما بين البوتنشال ايفابوترانسبيريشن؟ اذا نرجع زي ما كانت واي كانت 0.75. اوكي نيجي مثلا للار اللي هي سميناها البيدو او الريفلكتيفنس. كل ما كان الريفلكشن عالي معناته التسخين اقل. فمثلا عملنا مثلا هاي بدل 0.25 0.5، تمام، يعني زدنا الريفلكشن معناته البوتنشال ايفابوترانسبيريشن يعني امكانيه انه التبخر لا تقل، والعكس طبعا صحيح. هاي رجعناها زي مثلا عملناها 0.1 هاي الريفلكتيفيتي صارت اقل، يعني زي مثلا سطح اسود المفروض البوتنشال ايفابوترانسبيريشن تزيد زادت، لكن بتلاحظوا مش الامباكت كبير يعني مثلا بغض النظر، يعني كان الريلاتيف هيوميديتي كان تاثيرها واضح انه اعلى، يعني زي رجعناها زي ما كانت. البي نتركه على مثلا ساعات السطوع الشمسي، هذه اندبندنت ما بيعتمد عليها اي شيء جدولي. الان مثلا لو كان عدد ساعات السطوع الشمسي بدل 9 5، معناته اكيد الايفابوريشن والبوتنشال ايفابوترانسبيريشن بده يقل اكيد، لانه عدد ساعات ظهور الشمس اقل صار بهذا الشكل، صار 5 مثلا. لو مثلا رجعناها عملناها مثلا 12 لقينا مثلا زادت، تمام، اذا بهذا الشكل. بس برضه مره ثانيه زبط لي ذات ماتش تي اي مثلا، لو كانت مثلا درجه حراره الهواء بدل 19 15، تمام، اذا بلاقي انه بوتنشال ايفابوريشن قلت، والعكس لو صار مثلا 25 بلاقي انها كمان زادت. اذا برضه وي كان تل الشيء هذا. سرعه الهواء، خلينا نشوف سرعه الهواء مثلا على سبيل المثال. مثلا 85 كيلومتر بالساعه وصارت مثلا 40، يعني سرعه الهواء صارت اقل، اكيد بهاي الحاله الايفابوريشن بوتنشال ايفابوترانسبيريشن بده يكون اقل، لانه فيش شيء يزيح بخار الماء from above the water surface. فاذا لو صار بدل 85 40 مفروض انه هذا يقل، مثلا صار عندي 4.49. ولو عملناها مثلا 150 بغض النظر قديش رياليستيك هذا الرقم، بتلاحظوا انه بزيد مباشره. فاذا يعني في عندي إمكانية إنه to tell what will happen if I make some changes في الشيء هذا. مرة ثانية المثال اللي محطوط عندكم بسلايس هو نفس هذا المثال، except إنه واضح أنا مش كاين منتبه إنه
اليونت عندي هون لل الويند الويند فيلوسيتي بالكيلو متر بير داي، اذا لازم كانت تضرب ب 24. فانا راح اعدل هذا المثال ان شاء الله على السلايدز وارجع ارفع مره ثانيه على الويب سايت اللي ما يكون حدا عنده اي دراسه على شيء خاطئ يعني. اذا هذا بالنسبه للجزء اللي كان متبقي او كان ضايل من المره الماضيه. الان نيجي لل إشي جديد بدنا نحكي عنه اليوم. خلاص هذا خلصت منه، نروح نيو شير لأربعة بالضبط، وهذا اليوم إن شاء الله بحطه اللي هو ستريم فلو ميجرمنت. أوكي، ستريم فلو ميجرمنت لما نحكي ستريم فلو، هي طبعا كلمة مؤلفة من جزئين. الجزء الأول ستريم، الجزء الثاني فلو وميجرمنت. فإذا نحكي إحنا عن how to measure the flow in the stream، الهدف من هاي البرزنتيشن إنه to tell you the importance of having measurements of stream flow، لأنها أول جزئية. الجزئية الثانية نشوف the different methods by which we can do that thing اللي هو measuring the stream flow value. فإذا هذا هم ال two objectives بالنسبة لهذه ال presentation. إذا we start by what is called the definition of a stream. Stream هو بالنهاية زي بتحكي عنك river أو بتحكي وادي أو بتحكي creek بالإنجليزي أو جدول بالعربي، قناة whatever بالنهاية. لكن there is في الستريم water that flows. يعني لما نحكي إحنا هذا مثلا stream ونحكي عن يعني stream، حتى ممكن مرات بالعربي تيار، يعني كيف بدي احكي انه تيار بس انا مش شايف مثلا كهرباء او مي. الوادي ممكن يكون اصلا ناشف ما فيش فيه اي مي. خلينا نحكي انه ستريم وي سي ووتر سم هاو، يعني زي ما اوريدي قلت لكم عندي هون، مش بس كمان شانل كما مرت معنا سابقا في الهيدروليكس، لكن فلوينج ذا اوريدي في مي. وهذا شو بيصير بالضبط؟ يعني الستريم هو عباره عن قناه متلقيه لا الرن اوف اللي على السطح. اذا بنحكي عن الاسهم اللي شايفينها هون بالاسود سيرفيس رن اوف، ووصل لاقرب قناه وعمل فلو وذن هاي القناه بهذا الشكل، تمام؟ وبالنهايه طلع من نقطه معينه لانه ذيس از ا ووتر شيد. فهو يعني الهدف من هذه البرزنتيشن انه تو تيل يو وات وود بي different methods to measure هذا الـ stream flow value. إذن بشكل أو بآخر الـ runoff اللي كان على كجريان سطحي هو actually was represented by the stream flow بالنهاية. وتلاحظ هاي it's a very good رسمة rainfall سائط على حدود within الـ watershed اللي عندي هنا. الأسهم هاي اللي هنا هي عبارة عن السيرفس رن اوف، الجريان السطحي السيرفس رن اوف لإي الواد هذا، صار فيه فلو. إذن a flowing وادي اللي هو نفسه a flowing stream أو a flowing channel. And you would like to know what is the amount of Q. هذا هو الهدف من كل هذه البرزنتيشن. البرزنتيشن هذه very straightforward. I think just the 25 slides يعني إن شاء الله تنتهي مع نهاية هاي المحاضرة. هذا كمان portrait هيك رسمة عجبتني هيك اللي تعلمت من عدة سنوات. I like it لأنه إذا بتلاحظوا يعني في واضح عندي الميل، واضح عندي الميل. يا الرسام بدرك الشيء هذا اللي موجود، و
you can tell إنه this is what is called the stream, the flowing stream بالنهاية. الفلسفة كل هاي البرزنتيشن relies on the fact that إنه منسوب المي في الستريم هو indication عن الديسشارج. مرة تانية الديسشارج هو الفلو ريت. وبالتالي يعني هو بده يحكي لك من النهاية if you measure the stream stage that means you can tell what would be the value of the flow rate in the stream. هي مثلا أوضح هاي الفكرة إنه already هاي الفكرة أصلا مرت معنا بالهيدروليكس لما حكينا عن مانينج إكويجن. فخلينا بس هيك ناخذ بشكل سريع نخربش على الايباد بسرعه ونوضح الفكره الرئيسيه اللي بدنا اياها من هذا الشيء عشان بس نكون متفقين انه if you measure the stream stage that means you can tell what would be the value of the flow rate. واحنا بنعرف so far من ال شو اسمه الهيدروليكس إنه Q من مانينج إكويشن بتساوي واحد على N A R هو تلتين جذر S. طبعاً ما يعني no turning back للهيدروليكس يعني ما راح أجيب لكم إياه هذا مسألة بامتحان definitely لكن at least just to show you إنه it's just the same thing that we already spoke about. فإذا كان عندي cross section تبع ال stream هاي البوتوم ويدث وهاي الستيج واي فأنا I can easily say إنها Q بتساوي واحد على N مانينج كوفيشنت BY B زائد B ضرب سوري B زائد 2Y هو تلتين جزر السلوب تبع الشانل إذن actually أو الستريم فactually already موجود عندي الستيج موجود عندي الستيج فأنت تعرف الجيومتري تبع الشانل تعرف السلوب عارف مانينج كوفيشنت بس you went and you measured the stream stage اللي هو y وبالتالي you have been able انك انت بالنهايه تحدد مقدار الفلو ريت اللي اوردرد عندنا ف this is how it goes بالنهايه إذا نرجع مرة تانية لا إذا بتحكي لك بالنهاية the monitoring أو observation لمنسوب المي the elevation of water surface بشكل أو بآخر هو indicative ل discharge من خلال معرفتنا للستيج وبيقول لك إنه يعني هذه طريقة inexpensive مش expensive مكلفة غير مكلفة طبعا بغض النظر يعني بندفع هذا حكي ولا لا لانه اذا انت بدك تاخذ قراءات مانيوال ما بدك تبعث بني ادم خلص شغلته انت موظفه لهي الشغله معناته هذا له تفرغ لهذه البروسيس لكن لو كان في عندي اوتوماتيك يسموها لوجر زي مجازا يعني سنسر هيك حساس وبيقدر يحكي لي قديش اوتوماتيكلي الستيج ذاتس الفرنت ستوري بتدفع مره واحده حق هذا اللوجر ممكن يكون له صيانه بشكل دوري لكن هذا بضل بالنهايه مش مكلف لانه بعطيك كونتينوس ريكوردز اوف ستيج وانت بالنهايه تستخدم مثلا على سبيل المثال مانينج ايكويجن مع انه مش هذا هو الهدف من هاي البرزنتيشن لا معرفه مقدار الديسشارج او الفلو ريت اذا بنطلع على هاي الرسمه اول شيء هي عباره عن علاقه ما بين الزمن وما بين الستيج المنسوب إذا بتلاحظوا شهر 5 سنة 2000 من ويب سايت في أمريكا في موقع اسمه usgs.com أو .org مش متذكر بالضبط United States Geological Survey وهدول الجماعة هم مهتمين بالmeasurement أو measurements of all the stage streams اللي موجودة في US يعني بعرفش أقول لكن خلينا نحكي إنه اللي majority يعني
وتلاحظ هاي في عندي stream stage with days إنه يوم 11 يوم 12 يوم 13 من المجرة. طبعاً بادي مثلاً من 3.2 feet above datum. Datum بيكون معرف could be datum مستوى سطح البحر, could be datum على الأغلب اللي هو ال bed elevation تبع الستريم. تلاحظوا بعد من 3.2 لأنه إذا بدأ من الصفر هاي variability صعب تقدر تشوفها, تمام؟ فإذا عشان تقدر تكبر variability كان لك تجيب عدسة مكبرة وتأخذ بس range من 3.2 مثلا 4.3 على سبيل المثال. And you can tell إنه on daily basis في variability بغض النظر قديش مقدارها, مش أكثر بجوز من 20% بين أعلى قيمة 4 وأخفض قيمة 3.4 تقريبا 20%, لكن still you have variability. وبالتالي واضح إنه هاي variability indication إنه في عندي change في الفلو ريت. أهم شيء أول مرة بنحكي الكلمة هذه, أنا هاي بتهمنا كثير, إن كلمة hydrograph يعني hydrograph, هيدرو مائي رسمة الماء, لكن stage يعني كلمة hydrograph دائما a characteristic لا something with time, لكن بالدرجة الأولى حكينا كلمة hydrograph half يعني ننسى كلمة stage مبدئيا, فبكون علاقة flow مع الزمن, flow على ال y axis والزمن على ال x axis, لكن كونه حكى stage hydrograph معناته هو بيكون على ال y axis منسوب المي وعلى الـ X-axis اللي هو الزمن. طبعاً you still can develop مرة تانية a relationship from that, إنك بكل يوم من الأيام وحتى شكله بكل ساعة مثلاً أو continuously تقدر كمان to program Manning equation على سبيل المثال وتطلع Q بالبساطة يعني. الآن حكينا إنه الستريم ستيج هذا أوريدي مكرر صار, نقدر نحسب الديسشارج. ومرات إذا كان في عندك هيستوريك ريكوردز على الستريم ستيج with with time you can tell يعني مثلا هيستوريك مثلا 50 سنة ماضية عندك continuous record, بتقدر تحكم what was مثلا the maximum elevation اللي وصلت للمي, وبالتالي تقدر هذا يفيدك انه تعرف شو كان في عندي اكستريم ايفنتس سابقه. تفضل عمر. دكتور مثلا انا عندي ستريم هاد طبيعي يعني, كيف بدي اكون عارف بي او يعني كم مره باخذ قراءات على عرض معين او على اوكي فهمت عليك. خلينا نرجع بسرعة على الآيباد أوضح لك الإشي نوعا ما إشي شبيه باللي حكيناه بالهايدروليكس. هلأ هي تمام يعني مثلا رجعنا لهون. هلأ مثلا ممكن يكون الإشي الطبيعي زي ما أنت حكيت هو أصلا طبيعي, خلينا نحكي بهذا الشكل. هلأ هذا أوكي عملنه. طيب أعمل stop sharing. هاي share screen مرة تانية. هيك. طلع ماشي خلي بس اطلع شوي من الايباد. ستوب شير سكرين. هيا اجرب اجاوبك على هذه. يعني مثلا لو كان انا عندي نرجع لهون مثلا لو كان عندي شكل الكروس سكشن بهذا الشكل, تمام, زي ما انا رسمت قبل شوي هيك. This is the case was like this. زي هاي الكيس معناته already you need to approximate الوضع اللي already عندي بإشي somehow regular, يعني ممكن يكون بهذا الشكل like this like this. الآن البي بي
السايد سلوبس، سايد سلوبس، لكن عم بتغير عندك انت اوريدي هذا الشيء. هيو الواي اللي انت بتمثله. فاذا انت كل ما ارتفع او نزل اكيد الجيومتريك ريليشن شيب راح تتغير، لكن بالنهايه الاريا اللي بتلزمني في مانينج ايكويشن والهيدروليك راديوس اللي بتلزمني في مانينج ايكويشن depends on the station. So this is the only way انك تديل مع الوضع اللي هو سألت عنه في اول سؤال هاي الموجود عندي. يعني بيضل في approximation طبعا. واذا انت اخذت الستريم ستيج في مكان اخر برضه بجوز الكروس سكشن يكون مختلف، وبالتالي اذا بدك ترجع تعرف هذاك الكروس سكشن بطريقه معينه. وفي نقطه مهمه طبعا انه انت عم تاخذ قراءه اسيرت اللوكيشن. طب بجوز بعد 2 كيلو اصلا في جزء من المي صار لها انفلتريشن، وفي جزء من المي صار لها تبخر، وفي ناس حاطه مضخه هون وعم تعمل بامبينج وسحبت من المي. اوكي اكيد طبعا راح يتغير الديسشارج اكوردنج تو ذا لوكيشن. ذس از واي لما انت مثلا تيجي تطلع على موقع اليو اس جي اس، المشكله ما بقدرش هلا خاف يروح وقت كثير، بس انت روح على جوجل واعمل الشيء اللي بحكي لكم عنه هذا يو اس جي اس، واعمل هيك ستريم ستيج هايدروغرافز داتا اوبزرفيشنز، لازم يكون معطيك الموقع اللي عنده تم اخذ او ريكوردينجز للستيج هذا. فاذا هو بالنهايه ريلاتيف لمكان وريلاتيف لكروس سكشن. يعني ما بقدر اجي احكي هذا الريفر اللي طوله مثلا 100 كيلو ولا الاف الكيلومترات زي مثلا حاله مثلا نهر النيل او الامازون او كولورادو ريفر او whatever. بالنهايه ما بقدر احنا لا يمكن نقدر نحكي انه ذا سيم ديسشارج فاليو. I hope انه هذا هيك بكون وضحت الشيء المطلوب. فالهيستوريك داتا يعني نقدر مثلا نعرف بالنهايه لو انت مثلا بدك تصمم جسر على هذا الريفر، او اذا بنحكي عن وادي عباره مثلا تقدر تعرف مثلا بيزد اون هيستوريك داتا كان اعلى ارتفاع للمي بهذا الشكل، وبالتالي في ريسك تمام انه يعني مثلا المنسوب يوصل لليفل معين بالنهايه، وبالتالي يعني من الريسك هذا ومن الماكسيمم ستيج يو كان تيل وات وود بي ذا ديزاين بيك. هذه اهم شيء. وبالتالي مثلا اذا بتحكي عن كلفرت على سبيل المثال اللي عباره من المنسوب ايميديتلي بتقدر تعرف قديش كان مقدار الفلوريت، وبالتالي يو كان تيل انه هل هاي العباره في عندها القدره تعبر او تمشي او تصرف الاصح نحكي تصرف الدرين هذا الفلوريت ولا. I think this would be the يعني the use of that يعني بالنهايه. في كمان شغله بس بجوز هلا هي خارج شوي عن الانترست تبعنا، بس يعني الخطره تعبالي هلا يعني انه وهي طبعا مشكله واجهتنا في اعتقد من عده سنوات من 7-8 سنين بعد ما صار الفلودينج تبع عنبتة. فأنا كنت ضمن تيم طلبت منه بلدية عنبتة إنه يقيم الوضع اللي صار، اللي هو طبعا صار فيه وفاتين وقتها يعني، شو يعني شو لازم نعمل في هاي الكلفرت. فلما عملنا الموديل اللي هو النموذج الرياضي اللي بحاكي الشيء اللي احنا اوريدي شايفينه هون، فلما سوينا هذا الشيء كان عندنا اشكاليه انه كيف نعمل كاليبريشن لهذا الموديل، لانه ما في عندنا هيستوريك داتا للستريم ستيج مع الزمن. فاذا كشيء ثالث يعني انت مثلا تعمل ديفلوبمنت لايكويشن، طب كيف بدك تضبط هاي الايكويشن؟ طب انت تعمل ديفلوبمنت وتعمل تطوير لميزان، كيف بدك تعمل عيارات هذا الميزان؟ لازم يكون عندك وزن معياري كيلو تحطه على الميزان وتمسك برغي هيك تضلك تحرك فيه لحد ما يعطيك الكيلو، تعرف انه صار الميزان خرج انك انت تستخدمه في التوزين يعني تمام. وهي نفس الشيء احيانا الستيج داتا بتلزمني في الكاليبريشن او المعايره. زين هذا نوعا ما الجزء الاول من هاي البرزنتيشن. الجزء الثاني انه هاو تو ميجر هذا الستريم ستيج.
how to measure the stream stage. هون اسهل طريقه انك تستخدم المسطره اللي احنا شايفها هنا. المسطره هاي بسموها ستاف مش ستاف، ستاف ستاف مانوال ستاف اللي هي رولر. مسطره، مسطره مدرجه بيكون الصفر اكيد على القعر، بتكون vertical على البيت، وبالتالي you can read. يعني مثلا زي ما احنا شايفين هون واضح احنا مش واصله للثلاثه، يعني ممكن تكون 2.9 inches 2.9 whatever، بس غالبا inches يعني على الاغلب. وبالتالي مثلا بدك تبعت واحد، ما في مفر، يعني بدك تبعت واحد يروح ويقراها يعني. تمام، اذا this is the simplest way. اذا ممكن نسميه كيج لانه من هاي المقياس بالنهايه. الطريقه الثانيه اللي هي زي ما انتم شايفين هون، في عندي البكره هاي، هذه يسموها ريل، والبكره ملفوف عليها حبل، وانت بتنزل من الايد هذه بتنزل اوريدي ثقل موجود اوريدي ويت معين، بنزل لك الريل هذا اوريدي مع الكيبل مع الواير، زي هو مكتوب كلمه واير الحبل، all the way when it touches المي. هلا you can feel انه it touches وخلاص انتهى. فمن عدد اللفات يعني how many rounds او how many rotations اللي صارت you can tell يعني قديش كان عندي ال depth او قديش ارتفاع المي الموجود عندي. Then the weight is lowered until it touches the water surface. طبعا ممكن يكون في سنسر immediately، خلاص لما مجرد ما يرخي الحبل خلاص بيكون يعني بطل في الشد لانه buoyancy forces اكيد بتقلل التنشن، وبالتالي خلاص immediately بعطي اشاره معينه. طبعا محطوط بتيوب زي ما انتم شايفين هون عشان ما يطلعش فيه هواء، وبالتالي الهواء ممكن يعمل هيك اكيد طبعا بده يزيد الطول عندي. تمام، اذا هذا بصير غير معبر. اذا هو بنحط بقلب هذا التيوب، يعني تخيل زي كانها براميل الحديد هذول بيستخدمون بالورش وملحمين فوق بعض وعامل لك هذا التنل او وات ايفر بالنهايه. This is another way. I think برضه انا شفت شيء زي هيك اعتقد في عدبته او شيء زي هيك، لكن مصدي وحال بحاله I don't think انه شغال. لكن this is also a possible way to consider that، especially انه ممكن اذا كانت المسطره محطوطه هون ما تقدرش انك تنزل على الستريم. تمام، الا اذا معك ناظور يعني ممكن تشوف قديش الارتفاع يعني. ممكن الطريقه الثالثه اللي هي ما يسمى ب البارشال فلو، وفكرته انه مؤلف من اربع اجزاء. اذا هو عباره عن ستراكشر بالنهايه، الجزء الاول هو عباره عن جزء متناقص، اذا في عندي كونفرجن، اذا متقارب ومر معنا هذا بالهيدروليكس. بعدين في عندي جزء بنسميه ثروت، بيكون فيها الكروس سكشن ذا سيم، بيكون في عندي ديكلاين في السلوب، بعدين بصير في عندي دايفرجنس. اذا في عندي خلينا بس اعطيكم شوي هذول اللي هم بهذا الشكل. اذا يعني اذا بتلاحظوا اول شيء كونفرجن، الكونفرجن بضمن لي انه يصير في عندي critical flow conditions، لانه حسب ما تتذكروا بالهيدروليكس this is specific energy diagram، لما تعمل تضايق بصير بهذا الشكل، فالمنسوب بيرتفع وبصير عندي like this بالنهايه. اذا this what would happen in the end، وبالتالي بصير عندي اسهل استخدم الكريتيكال ديبث كيو سمول لتر ايكويشنز. هلا خلينا نحكي بشكل نظري. تمام، هلا في جزء على الثروت بسموه ثروت، ممكن تاخذ كمان ميجرمنت حسب الايكويشن اللي تستخدمها، لكن احيانا ممكن كمان في الثروت هذا انه يكون في عندي زي كمان زياده في السلوب ان كيس ما وصلت للكريتيكال فلو كونديشنز، جاست تو جارانتي انه يو كان اتشيف الكريتيكال فلو كونديشنز اب ستريم.
بعدين بصير في عندي دايفيرجن خلاص عشان يرجع الفلو مره ثانيه للستاتس تبعته. اللي بهمنا انه الهدف انه انت تحاول تعمل ريليشن شيب ما بين قراءه انت بتاخذها سواء كان اتش اي اللي هي قراءه المنسوب مره ثانيه ستيج بنحكي في الجزء المتقارب او في الفروت هذا اتش بي، وتحاول منهم انك تستنبط امبيريكال ريليشن شيب او ضروره امبيريكال ممكن ريليشن شيبس اللي اخذناها في الهيدروليكس زي مثلا واي سي تساوي سمول لتر كيو تربيع على جي وثلث اذا كان عندي طبعا الكروس سكشن ريكتانجولار. بس هو الفكره انه يو استابليش ريليشن شيب ما بين ديبث او ستيج انت بتاخذ قراءته مع الفلوريت اللي ممكن يكون اوريدي موجود عندي بهذا السيستم. فاذا when you establish مثلا احنا راح نشوف هلا equation تربط ما بين ال HA اللي القراءة within هذا الجزء مع الفلوريت as خلينا مثلا نطلعها هون على سبيل المثال. هذه محطة صممها اعتقد بال 2005 بال 2006 2007 something like this الدكتور عنان الجيوسي والدكتور حافظ شاهين، وعمل عليها الدكتور سمير شديد جزء من أطروحة الماجستير تبعته. السايت هذا موجود في الفارعة اللي هو البارشل فلوم اسمه، مرة تانية بارشل هو اسم الشخص اللي طبق هاي الفكرة، فلوم اللي هو بالنهاية زي جيش something like this. فإذا إذا بتلاحظوا في عندي هنا طرف مبين أزرق هنا وطرف أزرق ثاني، هذول هم زي اللوجرز مسميين هم مثلا دايفر، فهذا أوتوماتيك ريدنج بعطيك بكون متصل مثلا لو افترضنا هيك في هذا المكان في فتحة صغيرة immediately the water can enter and يعني زي كأنه بضغط على إشي معين وبعطي إشارة معينة. وفي عندي كمان in case صار في عطل، كان في واحد سكان المنطقة الجامعة كانت بتعاقد معه إنه ينزل في أيام المطر ويأخذ قراءات on hourly basis. طبعاً ال staff هذي حكينا عنها المانيوال staff أو الرولر المسطرة زي ما حكيت فيها مشكلة إنه بدك تضمن إنه الشخص يكون بقرأ يعني بنزل على الفيلد. يعني أذكر مرة يعني رحنا على الموقع كان في يعني جريان محرز يعني، وكنا متفقين مع الشخص إنه ينزل هذاك اليوم ويضل موجود في الموقع. وصلنا على الموقع ما لقيناهوش وتصرف فيه من الموقع يعني، قلنا له أنت وين؟ قال لنا أنا باخذ قياسات في الموقع. I was lying يعني، بس الفكرة إنه يعني استنتجنا بالنهاية إنه في كثير من الأرقام كانت مفبركة خلص يعني ما كانش مهتم بالموضوع هذا. فبضل الأساس في الستريم ستيج يكون في عندنا اوتوماتيك ريدنجز للشيء هذا. طبعا هذا بيجي من منطقه الفارعه و يعني بنلتقي مع خط ثاني جاي من منطقه البادان وبكملوا مع بعض مثلا باتجاه ممكن النصاريه والعقربانيه وهذيك المناطق كلياتها. This is a very good example على على خلينا نحكي empirical equation more or less empirical equation you can use to determine the stream flow Q depending on the stream stage HA والwidth. الwidth اللي هي كانك تحكي B مثلا، تمام؟ إذا أجي أطلع هنا هي واضح يا جماعة، هي تهمينة W عندي هنا هي هاي. إذا the width of the ثروت اللي هو الحلق هيك، يعني اذا كانه في عندي مقطع في الويدث كونستانت فكانه انت بتحكي قاعد عن ريكتانجولار شانل. يعني هذا برجعنا للايكويجن اللي مرت معنا بالهيدروليكس سم هاو. اذا عندي 4 في الويدث ضرب الستيج هذا اذا باور 1.522 ضرب الويدث قوه 0.026. يعني بجوز هذا التيرم ما يكونش كثير كريتيكال طبعا بس لازم تستخدمه. معطيك طبعا اليونتس
الكيو عندي بيكون كيوبيك فوت بير سكند، الويدث والستيج هذول اثنين بوحده الفوت زي ما انتم اوريدي شايفين هون. وعندنا مثال بسيط جدا، خلينا نجرب بس نرجع شوي للايباد هوب ات وركس. اوكي ماشي الفاضل، شوف ليه ترى اون وين المشكله. اذا هاي عندي هيك هذه نرجع اشوف شو نغير معقول النتورك. ثواني بس اوكي 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 نغير النتورك تمام. خلينا نسأل شوي بس نشوف مع النتورك تانية. اوكي عملنا يشبك، خلينا نشوف اشي تاني. في كمان ميثود اللي هي شبيهة بشيء مر معنا بال بالهايدروليك. شو بدي ارجع مرة تانية شير شير سكرين. بسم الله اوكي يعني مثلا احنا اخذنا بالهاي بس انا هيك بشكل سريع يعني اخذنا بالهايدروليكس واي سي بيساوي كيو تربيع على جي هو ثلث. يعني اذا انت كيو جارانتي انه يصير عندي كريتيكال فلو كونديشنز معناته اي كان سي بيساوي كيو تربيع على جي، وبالتالي اي كان سي انها كيو لا تساوي واي سي تكعيب جي بهذا الشكل. الكيو ما هي معروف بيساوي كيو على بي، معناته كيو بتساوي بي جذر الواي سي تكعيب جي. طبعا الواي سي هي بالنهايه اللي هو منسوب المي، لكن لما انت وين يو جارانتي انه انت في اوريدي عندك كريتيكال فلو كونديشن. خلينا مثلا احسب هيك بصوره، انا مش حاسب بس هذا قديش بيطلع عندي. وحكينا مثلا something ثلاثه، يعني قوة يعني مثلا هي نحكي مثلا أي رقم قوة ثلاثة وجذر الجذر تبعها بيطلع عندي ثلاثة على اثنين واحد ونص. يعني هاي أكشلي كانت بتحكي بي واي سي لايك ذس. لو أنا أرجع الآن للنيو شير لهاي، يعني سم هاو إذا بتلاحظوا يعني قريب من الرقم اللي بنحكي عنه واي سي تكعيب جذر، يعني هو نص يعني واحد ونص. فاولموست يعني في نوعا ما سيميلاريتي في الـ في الـ في في, في الشيء هذا. يعني خلينا نحكي بهذا الشكل، البي هي شبيهه في الدبليو، لكن اكيد في عندي اربعه مش اربعه قصص هاي كلياتها اتليست. يعني ما تنسوش انه في عندي الجذر تبع الجي، الجي هي اكشولي 9.81 جذرها بده يكون ثلاثة وشوي، يعني ثلاثة بتشبه الأربعة. إذا خلينا نحكي إنه في شوية لوجيك في هذه الإكويجن اللي عندنا، بليز هيك في البيت تطلعوا على هاي العلاقة. جست يعني راح أجيبها إن شاء الله بالنكست كويز، بس طلعوا عليها هيك وجست ميك شور يو آر كومفورتبل بالكالكوليشنز تبعتها. نيجي مثلا الطريقة هذه اللي بتعتمد على انه انت تعمل سلايسنج او ديسكريتايزيشن للسيرفس، اكشلي بالسيرفس اللي هو الكروس سكشن تبع الستريم. هذا تيبيكال شيء شفناه سم هاو زي ما مكتوب عندي هون تشانل، مكتوب زي ما حكينا قبل شوي اكشوال، وعندي الشيء اللي انت بدك تعمل له ابروكسيميشن ك يعني خلص ك ك ك كتقريب
لجيومتري اوريدي معروف عندي. والفكره انه بدك تستخدم العلاقه انه الكيو انت هذا تستخدم في في ايه فالايه ما بتفرقش كثير يعني. هاي مثلا اول اريا تمام. خلينا والله نروح على الايباد احسن اوضح اني وشير. بجرب فيكم للمجموعة اللي بعد. أعتقد بيكون أسهل إنه نخربش على الحكي هذا على الآيباد. بس أروح أقدر أسحبها من الإيميل. تمام. أعتقد هيك راح يكون أحسن. أوكي. أعتقد هيك أحسن. شوف وين وين وصلنا احنا. بس انا بجوز لازم اعملها ثواني بس. طيب ممكن نخربش على قبل روح هذا كوبي. تمام يلا هيك احسن. ها سوري انه بضيع وقت بس انا مشكله مش مرتب حالي بطريقه منيحه اليوم. خلص هيك تمام. فهي الفكرة إنه إحنا نحكي مثلاً Q يساوي أكبر الخط شوي بس. Q يساوي VVA. والتاني مثلاً هاي عندي الأريا ما في مشكلة. هاي مثلاً نص المسافة هاي في الارتفاع هذا عند واحد. تمام. باجي مثلا طب هذا بالنسبه للاي وانا طبعا بدي اوجد مثلا نحكي انه هذا الزون واحد زي كيو 1 في 1 اي 1 هاي اي 1. طب بالنسبه للفي 1 شو نيجي نعمل؟ هاي الميثود تحديدا نيجي بنقول كم السرعه عند الصفر وكم السرعه عند الواحد وباخذ الافرج تبعهم. فبصير الفي 1 هي عباره عن في 0 زائد في 1 على 2. الفي صفر صفر لانه انا ما في عندي اي شيء، ما في مي هناك، ما في فلو. الفي 1 بدي اضطر بهذا المكان اعرف سرعه المي من شيء بسموه فيلوسيتي ميتر. فالفيلوسيتي ميتر بنزلوه على عمق معين وبكون في له زي فراشه، وعلى حسب عدد دورات هاي الفراشه بكون عندي زي ريكوردينج يعني هاو ماني راوندز بير مينت تتحول لسرعة تيار مائي. وبالتالي ممكن نعرف مقدار الـ V1 مثلا. إجينا أخذنا هي واحد اثنين ثلاثة هي رقم أربعة مثلا like this. رقم أربعة إذا الـ Q اللي ماشي في أربعة تساوي V أربعة average. إذا أحط هيك عشان نخربشش في A أربعة. الـ A أربعة مبينة اللي هي المسافة هاي، هاي مساحة مستطيل. والفي 4 هي عباره عن اللي هم الخطين اللي بيحتووا المساحه 4. اذا بده يكون عندي في 3 زائد في 4 على 2. وبالتالي مثلا صار عندي كيو 1 كيو 2 كيو 3 كيو 4 كيو 5 كيو 6 كيو 7. مجموع هاي الكيوز اللي هي في كل هذه السلايسز بعطيني عندي ذا توتال فلو ريت اللي عندي. قدام مثلا this is a very good example هيك نطلع عليه بشكل سريع. نفس الرسمه هاي بس معطيني هو زي vertical section number. يعني هاي vertical section 0 1 2 وهذا مجرد يعني all the way لحد 7. لحد 7. الان معطيني ال width يعني المسافه مثلا عند مثلا الصفر. خلص صفر ما فيش شيء. لما نوصل للنقطه واحد بيكون هاي المسافه، هاي المسافه 4.2 تمام. مثلا هاي المسافه اللي هي هاي تمام، وهذا مجرد 3.3 4.8. اذا معطيني الويدثز يعني كل مسافه زي كانه واقف عندها وحاطط زي اشاره معينه ومنزل الفيلوسيتي ميتر وماخذ قراءات. اذا اول شيء بعطيك الويدث. هلا نيجي نطلع على الدبث. الدبث الان كالتالي عند الصفر صفر ما في، هو على اليابسه.
عند الواحد هي هيك بهذا الشكل. إذا هذا مثلا بده يكون عندي 4، هذا هيك 5. إذا بعطيك أول شيء الجيومتريك بارامترز تبعت كل واحد من هدول الالمنتس اللي بتلزمك ك ويدث وك ديبث عشان تقدر توجد الكروس سكشنال اريا اوف ذا فلو بالنهايه. الان نيجي له، هذه تكون خلصنا من الاي. الان نيجي له الفيلوسيتي. الفيلوسيتي مثلا نيجي ناخذ مثلا السكشن رقم 1 عاده في 0 زائد في 1 على 2. الفي 0 0 اكيد عندي 2.1 انسى كلمه افريج. افريج المقصود فيها الفيلوسيتي كافريج على هذا الخط. يعني ممكن تاخذها عند على عمق مثلا 2 في 10 من الدبث، على عمق 5 في 10 من الدبث، على عمق مثلا 6 بال 10 7 10. المهم الخلاصه الافريج على طول الخط هذا 2.1 معناته 2 0 زائد 2.1 على 2 1.05. نيجي مثلا هذا هون ناخذ مثلا عينة على هذا الاريا تبعت هذا القطاع الثاني مثلا. خلينا نحكي الاريا هي عبارة عن نص مجموع القاعدتين. القاعدة الأولى الدبث الأول هي 4 والدبث الثاني 5. إذا النص بأربعة زائد 5 في الويدث، يعني نص مجموع القاعدتين في الارتفاع، بس الارتفاع عندي هو الويدث، والويدث اللي هو عندي هياته 3.3. وبالتالي هذا هو عبارة عن الفاليو بيطلع عندي 9 ضرب نص ضرب 14.85 الاريا، وحدتها سكوير فوت. نيجي مثلا للفيلوسيتي، هذا محصور ما بين الواحد والتنين، هي الواحد وهي التنين. اذا الفي افريج للمقطع التالي هي في بين الواحد والتنين، يلا في واحد زائد في اثنين على اثنين، يعني 2.1 زائد 2.3 على اثنين 2.2 فوت بير سكند. تمام. اذا لو نيجي نطلع هنا أول شيء هاي الكروس سكشنال اريا اوف ذا فلو من المقطع التالي. هو شو حلو مسميها بهي الطريقة، مش بس واحد يعني المحصور بين واحد واثنين، ذيس از فاين. ذا افريج فيلوسيتي تضرب هذا بهذا بيطلع عندك كم كيوبيك فوت بير سكند بهذا المقطع. إذا المقطع الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع ومجموعهم هو عبارة عن the total flow rate. إذن this is another way to think of. طبعا الشيء اللي حكيناه كمان سابقا في الهيدروليكس انه كل ما قسمت اكثر بتقدر تاخذ accuracy افضل. يعني مثلا لو اجينا عملنا مثلا هذه هيك معناته صار هاي هيك صارت هاي accuracy احسن. بس اكيد لك تضطر تاخذ كمان قراءه مثلا عند هذا الخط مثلا سميه 8، وهذا بده يغلبك اكثر، بيغلب يعني ناس زي هذول الناس اللي هم راح ياخذوا الميجرمنتس في اماكن مختلفه. يعني طلع مثلا في خط، هذا الخط طبعا اللي شايفينه هون، عشان يقدروا يضمنوا انه يكون في تعامد. هاي عندك اللي بيكون متصل فيها مثلا ممكن نفترض الفيلوسيتي ميتر، ممكن يكون هذا عبارة عن مسطرة قاسوا الدبث اللي هو هذا، والويدث ما هو مبين بين كل واحد واحد بين كل عصاية وعصاية. تمام يا جماعة، هو يعني ما في مفر، هذه هيك بهذا الشكل يعني. تمام، واضح بجوز كثير واضح. هون في عندي زي عصايه صغيره اللي هي بتكون اللي هي نقطه زيرو، والجهه الثانيه بدها تكون طبعا النقطه اللي هي رقمها 7 بالنهايه. This is a very straightforward calculations، لكن يعني
بده يكون عندك تيم زي هذا، هي عندي شخصين، هي 4 6 8 9. يعني لو انت بدك تفكر في مشروع تخرج هيك على سبيل المثال، على سبيل المثال يعني بدك تجيب 9 اشخاص يعني اللي يكونوا مثلا معك عشان يقدروا يسووا هذا الشغل بالنهايه. تمام؟ فاذا يعني هاي كمان another method that you might think of to quantify the value of the flow rate in a stream. في method أخيرة بنحكي عنها هيك هلا ك advantages disadvantages، بس عشان أشرح الميثود اللي هي ما يسمى ب dilution تخفيف، gauging method. gauging من هاي قياس يعني، والفكرة إنه what you would do actually إنه خمس أشرح هيك بعدين في كتابة بتقرأوها لتراهن، إنه أنا بعمل injection زي حقن أو زي تقذف يعني هيك على المعنى هذا inject، بس هو injection بقوة يعني. tracer يعني متتبع مختفي أثر، هيك مقصود فيها. فأنت كأنك بتجيب صبغة معينة و بتركيز C1، يعني مثلا كأنك تجيب انت جلن مثلا في على سبيل المثال المي، هذا الجلن المي في صبغة، تركيز هاي الصبغة في هذا الجلن C1 واضح، يعني بيكون دهان وبيكون حبر. تمام؟ هذا اصلا يعني حتى المواسرجية مرات بيستعمله عشان يكتشف مثلا في ماسورة بتدلف على ناس بشقة تحت مثلا، فهم مش عارفين من وين، فبدير مثلا في مغسلة الصبغة، وثاني يوم ببين انه مثلا صار في شيء اسود بلقط او شيء احمر، واضح؟ It's something like this يعني. اذا عندي concentration للصبغة هاي في الجلن، والجلن يعني انت اعطيت المي تبعته اللي فيها الصبغة بفلوريت مختاره Q2، يعني مثلا 20 لتر in 1 second، 50 لتر in 1 second، خلص دلحت ودلح يعني كفت وكفت يعني. فهو بكون يعني بهذيك اللحظة كنص نقطة واحدة أكيد في موقع سبوت معينة. الستريم فلو اللي أنت بدك توجد التدفق له بدك توجد قيمة كيو، يعني هو الستريم فلو واضح بتحرك قاعد من اليسار لليمين. تركيز التريسر كان في C0 بسموها باك جراوند، يعني هل كان موجود التريسر قبل ما أنت ترمي التريسر تبعك؟ على الأغلب لا، يعني انت جبت صبغه، ما اقول كان في صبغه اكيد لا، بس ان كيس لو كان اوكي بتحطه C0. لا شو بصير بالصبغه هلا لما انت مثلا تجيب نقطه حبر وتحطها على محرمه، بعد ثواني بتلاحظ انها بدات تنشر، حتى بنحكي بالعاميه بدات تفشي. تمام؟ طبعا هي خاصيه كابيلاريتي في المحرمه شيء ثاني، بس مبدئيا مع حركه المي اللي اوريدي موجوده عندي هون تبدا تنشر، اذا بصير شيء بنسميه تشتت. تمام؟ تشتت زي ديسيبيشن او ديسبيرجن، فبتبدا مثلا اللي كانت نقطه صغيره بتصير مثلا بقعه اكبر، بعدين يعني بتصير بقعه اكبر بعد مسافه معينه داون ستريم، بعدين بتفرد وبتنشر على كل الكروس سكشن تبع الستريم هذا. معناته كيف بقعه النفط بتتسرب من ناقل النفط؟ فأول شيء بتنزل في لوكيشن معين، بعدين مع حركة البحر والراندومنس والتيربلنس والهيجان والموجان والقصص هاي كلياتها بصير في عندي انتشار، وهذا الانتشار to some extent بيعمل نوع من شغلتين: ميكسينج وديليوشن تخفيف، ونقصد الميكسينج، وبصير في عندي somehow بقدر أعتبر إنه صار في عندي خلص يعني ثبت الكونسنتريشن، لانه فيش مجال يعني اوريدي وصل لاخر مدى له للحد هذا والحد هذا، صار عندي شيء بنسميه ايكوليبريم كونسنتريشن اللي هو C2. الان يعني الفكره هذه بيقول لك انه طالما وصلنا للايكوليبريم وما فيش عندي مور تشينج في هذا التريسر، يعني ما فيش اي تفاعل كيميائي ولا شيء، معناته انا بقدر احكي انه الماس اللي داخل اللي انا ضفته بده يساوي الماس اللي انا لقيته اخر شيء، يعني الماس at this location هو نفس الماس at this location.
طب احنا اهم شيء نتذكر شغله مهمه، انه لما اجي انا اضرب مثلا الفلوريت في الكونسنتريشن، الفلوريت مثلا وحده على سبيل المثال مثلا متر مكعب بير سكند، الكونسنتريت الكونسنتريشن ما بعرفكم الكيمياء مثلا ملي جرام بير لتر، او اضرب حول لتر اضرب 10 ناقص 3 ويطلع عندي كانه متر مكعب، اذا ملي جرام بير متر مكعب، هذا وهذا بيختصر مع هذا بصير عندي كتله ماس بير تايم زمن، والثاني نفس الشيء، اذا انا ضربت الكونسنتريشن في الفلوريت او الفلوريت بالكونسنتريشن بحصل على ماس ريت زمن، وبالتالي I can tell إن لو أنا مثلا جيت عملت هيك على سبيل المثال في هذا الوضع اللي عندي هنا we can مثلا find that مثلا mass balances هي مثلا هيك شو إنه like this، وبالتالي مثلا كم أنا عندي كتلة هذا التريسر اللي إحنا already ضفناه في البداية، إحنا ضفنا بس أرجع أمسح هنا ضفنا C1 ضرب Q مثلا تريسر C1 ضرب Q تريسر اللي هي QT هاي T بس هي T small letter ناسي وهي T capital letter مش مشكلة، إذن هاي نفس هاي ضرب C1 إذن هذا كتلة التريسر المتتبع اللي أنا ضفته، والفلوريت اللي في الستريم هي Q والباك جراوند كونسنتريشن هي بهذا الشكل، اذا هذول مع بعض هاو ماني ملي جرام كيلو جرام جرام اوف تريسر ات لوكيشن البدايه واحد. طب هلا لما وصلنا لهذا المكان النهائي اول شيء التركيز سي 2 بس بمقابل الكميه اللي هي موجوده هي عباره عن الفلو كفلو اللي هو كيو زائد انت كم ضفت Q تريسر هذا، اذا C2 ضرب Q زائد طبعا هذه نيجليجبل تقريبا بس احيانا بديش اقول نيجليجبل خلينا نقول انه اخذنا قيمتها بس شو بده يطلع تلحق جالن مقابل ستريم فلو اكيد نوثينج يعني، فاذا عندي Q زائد QD QD ضرب الكل C2 انا اللي بدي اياه هاي الQ، اذا نعمل ري ارينجمنت لهي الايكويجن وبعزل الQ لحاله بصير Q تريسر في C1 C1 مرة ثانية كم كان تركيز التريسر في المي اللي انت ضفتها ناقص C2 اللي هو التركيز التريسر النهائي، طبعا التريسر في البداية بيكون مركز لما التريسر يختلط مع المي اكيد بصير C2 اقل عشان هيك اسمها ديليوشن على C2 اللي هو النهائي ناقص C زيرو اللي هي كم كان عندي باك جراوند كم كان بالخلفيه قبل ما نضيف هذا التريسر كم كان كونسنتريشن كباك جراوند كونسنتريشن، اذا هاي هي العلاقه بالنهايه اللي انت بدك تفكر فيها مع هذا حكي اقدر احكيها نفس الشكل تمام، اذا this is the relationship هذه المطلوب انه نستخدمها عشان to be able to do that estimation، وعندي شرح هون كامل لكل شيء هذا طبعا you might stick لهذه units، اهم شيء اليونت تبعت Q total sorry مش Q total Q tracer هي اللي بتحدد لي اليونت تبعت Q stream اللي اقدر موجود عندي، هلا اخذ مثلا مثال بسيط جدا 25 جرام بير لتر solution محلول of a tracer، اذا هذه اللي هي التركيز تبع التريسر اللي هو actually هذا دي C1 this is C1 was discharged into a stream at a constant rate of هذه this is Q tracer أو Q tracer نفس الشيء the background concentration التركيز اللي كان قبل ما انك تعمل هاي التجربة إذن هو هذا هاي هنا هذا C0 إذن هذا the background concentration of the dye نفسها هي التريسر الصبغة
in the stream water was found to be zero. Then this is C0. طبعاً التريسات مفروض تكونش سام لأن بيخلط بالماء وممكن يكون في ناس تشرب من هذا الشيء. يعني زي يعني مثلاً الكلور ما بينفع وغير سام بس الكلورين تحديداً الكلورين هو أصلاً بتفاعل مع الماء فهو أصلاً جزء يخفي أثر الكلورين. يعني أنت بدك إشي بسموه conservative ضروري هذه الكلمة conservative تريسر يعني ما بتفاعل مع إشي زي مثلاً الأملاح ملح مثلاً الملح ما بتفاعل مع الماء يعني ما بتفاعل بمعنى كتلته ما بتتناقص مع الزمن. downstream section إذن هاي downstream section هاي upstream section. At a downstream section, the dye was found, tracer, to reach an equilibrium, خلاص يعني وصل للحد تبعه, لكل الـ edges, of 5 micrograms, يعني 5 في 10 وناقص 9 gram per liter, هيك معناته. Estimate the stream discharge, معناته أنت simply بدك تستخدم هذه الـ relationship. كل المعطيات already موجودة عندك, الـ background concentration, zero. C2 equilibrium concentration اللي هو 5 بعشرة وناقص 9 أنا حكيت 5 بعشرة وناقص 9 كيلوغرام لأنه هي المايكرو اللي هو يعني كأنك تحكي أنت 10 هو ناقص 3 في 10 هو ناقص 6 من الكيلوغرام خلص هيك تمام. إذا 5 بعشرة وناقص 9 كيلوغرام بير لتر C1 اللي هو تركيز التريسر في البداية 25 في الألف جرام للكيلوغرام. إذا نحن نحاول نضبط كل شيء بالكيلوغرام per liter كconcentration. It's very odd إنك تستخدم كيلوغرام per liter للconstituents والchemicals. الكومن أكثر ميليغرام per liter بس anyhow مش مشكلة. الQT تريسر والQ بالنهاية. وبالتالي بطلع عندي لما تطبق هذه الريليشنشيب بطلع عندي Q مقدارها 50 كوبيك متر بير سكند. Please برضو كمان try this this simple equation. Make sure you are comfortable with the applicability تبعتها. آخر فكرة وننتهي هيك إن شاء الله من هذه البرزنتيشن. إنه يعني so far أنت عندك stage. هتقول كل إشي حكينا مع هذا آخر إشي عن stage منسوب. وبالنهاية you develop أو you calculate the discharge. طب how about لو أنت تعمل علاقة ما بين the stream stage ما بين the flow rate أو the discharge بحيث أنه أنت بصير عندك أي مرة بعد هيك عرفت the stage بتستخدم هاي الجراف أو العلاقة وبتطلع the discharge. بس بينما تكون علاقة relationship ممكن يكون إشي بسموه curve rating curve. Rating curve هو عبارة عن علاقة ما بين the flow rate at the x-axis and stage at the y-axis for a certain stream. إذا ما أجب أطلع مثلا على سبيل المثال هاي عندي the flow rate أو discharge وهي عندي the stage وبالتالي واضح مثلا إذا أنت مع الزمن صار عندك قراءات للستيج وال الفلوريت المقابل ما تقدر طبعا القراءات بالاكسات تقدر تعمل انتربوليشن بالخط الاحمر وبالتالي مثلا في مره ثانيه بس طلع عندك الستيج 14 تيجي بتعمل هيك بهذا الشكل وبعدين then you can do like this and find the value of Q. ممكن تمدده أكثر then for extrapolation to find مثلا the value إذا كانت مثلا برا المدى هذا على سبيل المثال. هذا بسموه rating curve. Then there are many ways to do that. طبعا rating curve إذا بتلاحظوا زي ما هو مكتوب هنا لو صار في عندي مثلا تغير يعني مثلا صار في عندي deposition. شو يعني deposition؟ يعني صار عندي مع الوقت صار في عندي زي طمي وبدأ مثلا هذا يرسب من الشوائب اللي متحرك مع المي صرار وتراب ولبطة وشغلات زي هيك فهذا الاشي بيؤدي ل
تغيير المنسوب، رفع. يعني نفس كمية المي اللي اجت قبل 20 سنة وعملت بجوز هذا الستيج، هلأ مع التراكم هذا بيصير هيك ستيج، وبالتالي بجوز هذا الاشي يعطيني قراءة مش صحيحة. يعني الفكرة انه we need to be careful من السيدمنتس، والعكس يعني ممكن يصير في عندي إيروجن، وبالتالي مثلا هاي هيك ومع الوقت صار الوضع عندي مثلا بهذا الشكل، نزلت أكثر إيروجن احتراق، وبالتالي بغض النظر أنا بالغ بالرسم أو لا. يعني فكان من أول مثلا هيك نفس الستريم ستيج، لكن هي صارت أخفض، وبالتالي هذا بعطيني قراءة مختلفة. إذا هاي بس من الديس أدفانتجز للميثود هذه مثلا أو whatever بالنهاية. وبالتالي بدك تعمل يعني زي يعني frequent checking على الوضع اللي already موجود عندنا. العلاقة إلى هذا النمط الفلو ريت بيساوي coefficient بيعتمد على حالة الشلل الرفنس في ال H اللي هو الستيج ماينس A بشكل أو بآخر بتعتمد على. يعني مثلا إذا افترضنا هاي طرف الستريم وهي مثلا البيت تبعه، أنت بجوز حاطط من هون المقياس، معناته في عندي جزء هذا 100، إذن هو الـ A هذه تمام. والـ N عبارة عن زي fitting parameter، يعني ممكن يكون 1.5 ممكن يكون 2، يعني something like this. خلينا نحكي بالنهاية that this is a general form of this equation that describes the relationship between the stage and the flow rate. طبعا هاي الايكويشن ما راح اجيب لك انك والله عليها مساله تستخدمها، بس at least يعني just for you if you would like to know more about it. مثلا رجعنا مثلا في شغله ذكرتها قبل ما انهي لانه اوريدي خلصت الوقت، الديليوشن ميثود احنا جربناها انا والدكتور سمير شديد، وكمان طالب ماجستير من 8 سنين بتذكر في احد المواقع في منطقه الفارعه، ومش بهاي السهوله ممكن تو ابلاي ات، يعني خصوصا انه بدك ناس كثير يكونوا موجودين معك ويرصدوا يعني ياخذوا عينات ات ذا سيم تايم يعني، وتركض فيها على المختبر وتحللها. مش كثير ايزي هاي الميثود. اوكي باي ذس بنكون هيك تقريبا وصلنا لنهايه هاي البرزنتيشن. خلينا نحكي انه اذكر بس انه يوم 17/3 راح يكون في عندنا الكويز رقم 3 ان شاء الله، ويوم 27/3 راح يكون عندنا سكند اكزام. انا حخوش نلتقي بالكويز هذا ان شاء الله، وبحط انا بوست على المودل للتذكير وعلى الواتساب جروب ان شاء الله. اوكي في احد عنده اي استفسار اي سؤال؟ يعطيكم العافيه.